الداخلي يجعل أن هذا القانون قد غطى كل ما يتصوره العقل أو الفكر من مستحدثات أو أفعال أو أماكن أو سن، يعني الواقع القانون غطى كل ما يمكن أن يتصوره العقل. ولعل ذلك كان نتاج لردود فعل الذين أخذ رأيهم، وهم عدد كبير جدا كما ذكر الأخ المستشار، بالإضافة إلى الجلسات المتعددة التي كانت تحدث في المجلس. وإني أعلن بكل صراحة أن حزب الوفد يوافق على هذا القانون مع بعض التحفظات الخاصة ببعض المواد التي ربما نجد من المصلحة العامة أن نناقشها، إنما كقانون وبصفة عامة فقد يعني تم الرأي، وخاصة بعد الندوة التي أقيمت في حزب الوفد مساء الجمعة الماضي، وحضرها رئيس الحزب ودعي للتحدث فيها شخصيات دينية وعلماء طب نفس واجتماع، وتمت مناقشة على مستوى جماهيري ومستوى القواعد الحزبية. ولعل هذا يطمئن الأخ كمال الشاذلي وهو مشغول الآن عن أن ليس فقط النقابات أو الجمعيات أو المدارس، بل الأحزاب ستكون أول من يبادر كما بادرنا بالاهتمام بهذه القضية التي نعتبرها في الواقع ليست قضية كارثة كزلزال ينتهي آثاره بانتهاء الزلزال أو فيضان أو فسيول، وإنما هذه جريمة مستمرة تنخر في عظام هذا الشعب. وبالعكس نحن نرى أن هذا القانون وإن جاء الآن والحمد لله إلا أنه جاء متأخرا قليلا، لأن هذا الوباء انتشر منذ سنوات وكان يجب أن نواجهه بهذا الحسم وبهذه السرعة. بالنسبة لبعض الملاحظات سيادة الرئيس على المبدأ أيضا، أنه وضع القانون بيقول أنه وضع نظام متكامل لعلاج المدمنين، وقال بعض إشارات عن أين يتم العلاج. إحنا لا نعرف عدد المدمنين تماما، ربما كانوا 50,000، ربما 100,000، ربما أقل. ولعل السيد وزير الداخلية وهو موجود الآن يدينا فكرة عن عدد المدمنين بقدر ما يستطيع، أو السيد وزير العدل أو وزير الصحة. إنما أين يعالج هؤلاء المدمنين؟ طبعا موافقين تماما على ما ذكره السيد الفاضل وزير العدل عن موضوع محكمة القيم والمصادرات وحق الحراسة، وذلك فعلا معالجة تشريعية لعدم تأخير القضايا أو الاحتياج لمحاكمات أخرى، وتخصيص دوائر خاصة. ده يعني عمل عظيم جدا ويجب أن تسرع فيه مجرد مرور هذا القانون الذي سيمر إن شاء الله، وإنشاء نيابات خاصة على مستوى الجمهورية. طب ما أنت بتنشئ نيابات أهو، طيب ما برضو نكمل بقى، يبقى أحد ممثلي النيابة يشترك بقى مع اللي رايحين يقبضوا، ويبقى الوارد بالمرة، بالإضافة إلى التعجل في الفصل في القضايا عشان يكون الردع له معنى فعلا. وإني أرجو أن أكون أسهمت بقدر قليل من التوضيح، وشكرا يا سيادة الرئيس. شكرا لإخواني الزوار. دكتور حمد السيد.